كشفت غرفة مصدري اللحوم والماشية في السودان عن لقاء مرتقب مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لمناقشة تداعيات حظر صادر الماشية على خلفية ظهور حالات محددة من مرض حمى الوادي المتصدع في بعض الولايات، لافتة إلى زيارة مرتقبة لوفد سعودي للخرطوم خلال أيام لمناقشة عدة قضايا تشمل أزمة صادر الماشية. وقال رئيس الشعبة خالد المقبول إن لقاء رئيس الوزراء يأتي ضمن لقاءات عدة مع جهات تنفيذية لمناقشة القرار وأثره على الاقتصاد الوطني.